الآن مشاهدينا الكرام ينضم معي أحمد عزام محلل أول في أسواق المال في مجموعة إيكوتي من عمان. حياك الله أحمد ويانا بهذه الجولة من الأسواق. أبدأ معك من ترقب الأسواق العالمية خلال الساعة القادمة لعدد من البيانات الاقتصادية الهامة. أبرز هذه البيانات هي التضخم الأمريكي التي تعتبر مؤشر الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة. برأيك مدى أهمية هذه البيانات وكيف ستكون؟ تفضل أحمد. الولايات المتحدة الأمريكية والتي سوف يتم الإفراج عنها يوم الجمعة. مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي تحديدا هنا هو أحد المؤشرات التي يتبعها الفدرالي الأمريكي لمعرفة حالة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. من المتوقع أن تسجل بعض التسارع، بعض الزيادة من 3.4% إلى 3.5% في جلسة يوم الجمعة. بكل تأكيد مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي عند تسجيل بعض الارتفاعات يعطي إشارات إلى أن أرقام التضخم قد تسجل بعض الارتفاعات في القراءات التالية. جدير بالذكر هنا صديق بأن أرقام التضخم عند مستويات 3.7% على أساس سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية. ثلاث قراءات متتالية مستقرة تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها قد سجلت بعض الزيادة من مستويات 3%، مما أعطت إشارات على أن أرقام التضخم قد تسجل موجة جديدة فيما لو نظرنا إلى البيانات الاقتصادية عن كثب في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما لو نظرنا الأرقام الاقتصادية بما قراءة منحنى فيليبس أو فيليبس كيرف، أرقام النمو تسجل ارتفاعات في الولايات المتحدة الأمريكية عند 2.1%. فبالتالي عندما تسجل أرقام النمو ارتفاعات تزيد الضغوط التضخمية في الاقتصاد. 2.1% للنمو هي إشارة جيدة بالنسبة للنمو الاقتصادي، لكن تعطي إشارات للفدرالي الأمريكي بأن أرقام الفائدة المرتفعة عند 5.5% لم تضرب لحتى الآن حالة الاقتصاد، حالة التضخم بشكل كامل. لا يزال أرقام النمو تسجل ارتفاعات، مما قد تعطي بعض الأدلة إلى أن أرقام التضخم قد تسجل ارتفاعات. النمو هنا الناتج المحلي الإجمالي أقصد الصديق سوف يتم أيضا إفراج عن قراءة يوم الخميس، قد تسجل ارتفاعات جديرة بالذكر هنا من 2.1% إلى 4.5%، فيما لو جاءت أرقام 4.5% قد تعطي بعض الملامح إلى أن أرقام النمو تسجل ارتفاعات، أرقام التضخم تسجل ارتفاعات. فبالتالي قد يكون هناك نبرة صقورية، نبرة تشددية لأعضاء الفدرالي الأمريكي مطالبة بالنسبة للعمليات رفع أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة لا تقتصر فقط على أرقام أو البيانات الاقتصادية. بكل تأكيد التوترات الجيوسياسية في غزة أحد العوامل الأساسية التي ينظر إليها الفدرالي الأمريكي من ناحية. من ناحية أخرى عوائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة، أدوات العشر سنوات هي عن مستويات ما يقارب 5% الأعلى منذ عام 2007. فبالتالي الفدرالي الأمريكي قد لا يريد المخاطرة كثيرا والابتعاد أيضا بعمليات رفع أسعار الفائدة، خوفا من عدم السيطرة على أسواق السندات، أسواق الدخل الثابت التي يركز عليها بكل تأكيد الاقتصاد الأمريكي. فبكل تأكيد أو قد نميل إلى إمكانية تثبيت أسعار الفائدة في القراءة القادمة أو في اجتماع الفدرال القادم في 1 نوفمبر تحديدا، نظرا لأن أرقام التضخم قد تسجل ارتفاعات من ناحية، لكن عدم المخاطرة بأسواق السندات قد تكون هي العامل الفيصل على ما أعتقد في قرار الفدرال القادم. ونبرة الفدرال الأمريكي بكل تأكيد سوف تكون هي حيز الانتباه بالنسبة للمستثمرين بكل تأكيد الصديق. طيب أحمد، لو تحدثنا عن آلية محاربة التضخم التي يتبعها الفدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، يعني هذه الآلية استمرت لفترة طويلة، يعني رفع مستمر لأسعار الفائدة في الشهر الماضي، أعتقد كان هناك تثبيت فقط لسعر الفائدة الأمريكي. اقتصاديون يرون أن محاربة التضخم برفع سعر الفائدة فقط ربما يقود إلى الركود. هل تتوقع حدوث ركود فعلي في الولايات المتحدة أم سيكون هبوط سلس للتضخم هناك؟ نعم صديق، على ما أعتقد هو الركود اللي طال انتظاره في الفترة الماضية. الإشارات الأخيرة عندما ننظر إليها اقتصاديا قد تعطي بعض الانطباعات إلى أن الركود قد يكون قادم لا محالة.
إذا استثنينا طبعاً قراءة النمو الاقتصادي، لأن قراءة النمو الاقتصادي هي التعريف التقليدي بالنسبة للركود، قدوم ربعين متتاليين بشكل سلبي هو ركود، هو ما يوصف بركود التقني اقتصادياً. لكن عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية بشكل كامل من مؤشر مديرية المشتريات التصنيعي، مؤشر مديرية المشتريات الخدمي، يسجل انكماش في الفترة الماضية أقل من 50 لأكثر من 8 قراءات متتالية، فقد تعطي بعض الإشارات إلى ضعف عام في النسبة بالنسبة للاقتصاد، مما قد يعطي بعض الإشارات الركود. الإشارة الأخرى هنا صديق انقلاب منحنى العوائد، عندما ننظر إلى انقلاب منحنى العوائد، عندما تكون عوائد السندات الأقل زمنيا هي أكثر بالنسبة للمقارنة عند الأسواق السندات الأكبر زمنيا، فهنا يكون إشارة تقنية بأن إمكانية دخول الركود في اقتصاد البلد وارد جدا. وهنا الإشارات في الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة، لكن الإشارة الوحيدة التي قد تعطي بعض الأنفاس بأن إمكانية الركود قد تكون بعض الشيء بعيدة إلى ربعين متتاليات هي قراءة النمو الاقتصادي. كما ذكرت قبل قليل، النمو الاقتصادي عند 2.1% قراءة تعتبر جيدة بعد عدد كبير من عمليات رفع أسعار الفائدة وصولا إلى 5.5%. فبالتالي عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي عند 2.1% أو حتى عند وصولها إلى 4.5% في القراءة القادمة يوم الخميس، قد تكون أو تعطي بعض الإشارات إلى أن الركود قد يتم تأجيله إلى ربعين متتاليات، إلى 6 أشهر تالية. فهذا قد يعطي بعض الأنفاس للفيدرالي الأمريكي لإمكانية الوصول إلى السوفت لاندينج أو الهبوط السلس كما ذكرت صديق. فالولايات المتحدة الأمريكية واحدة من الاقتصادات التي قد تصل إلى مرحلة الهبوط السلس، فيما لو استطاعت أن تصل إلى أرقام التضخم وأن تخفض أرقام التضخم. لكن هنا صديق الجدير بالذكر، ويجب أن ننظر إلى إمكانية أرقام التضخم، لأنه إذا أردنا تفادي أرقام الركود أو تفادي الركود بشكل عام في الاقتصاد، يجب أن يتم السيطرة على التضخم. ولحتى الآن بالنسبة لأرقام التضخم بشكل عام 3.7%، فهي بعيدة كل البعد عن مستهدف الفيدرالي الأمريكي من ناحية. من ناحية أخرى، عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية بشكل عام، فقد تكون هناك دافع إلى موجة جديدة للتضخم. فالهبوط السلس ليس مراد سهل بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، لا، بل قد نصل إلى مرحلة إلى إمكانية البقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول. التوقعات هنا تشير إلى إمكانية البقاء على أسعار فائدة 5.5% إلى منتصف عام 2024، ولما لا أن تكون لفترة زمنية أطول فيما لو استمرت أرقام التضخم بالتشكيل ارتفاعات. بالنسبة للاقتصادات الأخرى، على ما أعتقد الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد البريطاني، قد يكون الهارد لاندينج أو الهبوط القاسي هو الأقرب بالنسبة للاقتصادات. دخول مرحلة الركود على ما أعتقد واردة جدا، فيما لو نظرنا إلى النمو في أوروبا 0.1%، في بريطانيا 0.2%، فهو اقتصاد أو نمو مسطح بالنسبة للاقتصادين. فعلى ما أعتقد دخول مرحلة الركود بالنسبة لأوروبا بريطانيا ممكن أن يكون أقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الدخول لجميع الاقتصادات لحتى الآن مع الأوضاع الاقتصادية الحالية على ما أعتقد وارد صديق. طيب أحمد، دعني أنتقل معك إلى الاقتصاد الأوروبي. يعني من خلال المتابعة اليومية لنا للأسواق الأوروبية ولبنك البنك الأوروبي، وأيضا من خلال التوقعات المأخوذة من المختصين في السوق الأوروبية، كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في بنك أوروبا إلى 4.5% فقط. لكن هل من الممكن أن تكون هناك مفاجأة بتغيير توجهات بنك أوروبا برفع أسعار الفائدة، أم ستكون التوقعات ب4.5 هي الصائبة؟ نعم صديق، اجتماع بنك أوروبا هو في يوم الخميس يوم الغد، على ما أعتقد وأميل إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5%، خاصة بأن نبرة أعضاء أوروبا، نبرة أعضاء البنك المركزي الأوروبي، كانت واضحة وجلية في الفترة الماضية على أن أرقام التضخم كانت تسجل بعض الانخفاضات، بعض التباطؤ في الفترة الماضية. فبالتالي ميول عام بالنسبة في الحالة النفسية بالنسبة لأعضاء البنك أوروبا على أن أرقام التضخم قد تسجل المزيد من الانخفاضات في الفترة القادمة، فبالتالي الأسعار الفائدة الحالية عند 4.5% وهي الأعلى منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي قد تكون كافية من وجهة نظر البنك الأوروبي. لكن فيما لو نظرنا إلى الأرقام الاقتصادية، كما ذكرت قبل قليل أن النمو الاقتصادي هو عبارة عن نمو اقتصادي مسطح حاليا في الاتحاد الأوروبي 0.1% لقراءات متتالية، حتى كانت في عندنا قراءات صفرية بالنسبة للنمو الاقتصادي في أوروبا. فبالتالي يعطي إشارات
على أن إمكانية أرقام التضخم واستمرارها في فترة زمنية أطول قد يدخل الاتحاد الأوروبي في مرحلة جديدة هي الركود التضخمي في الفترة القادمة، وهو الدمج بين النمو الاقتصادي السلبي وأرقام التضخم المرتفعة في الفترة القادمة. أميل إلى هذا التوجه صديق، أن يكون الركود التضخمي أحد الإشارات في الاقتصاد الأوروبي في الفترة القادمة، لكن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون هو خيار، ليس خيار فقط لمحاولة أو للتفاؤل بأن التضخم قد سجل بعض التباطؤ، لا، هو إجبار بالنسبة للاتحاد الأوروبي للبقاء على هذه الفوائد، نظراً لأن أرقام النمو الاقتصادية تعتبر أرقام قريبة من السلبية. فلا أعتقد أن بنك أوروبا سوف يراهن بالنمو الاقتصادي مقابل كدح جناح التضخم في الفترة القادمة. فعلى ما أعتقد البقاء على أسعار الفائدة 4.5% هي الوارد في اجتماع يوم الغد في من بنك أوروبا. طيب أحمد، دعني أنتقل معك إلى تصريح البنك الدولي الذي حذر من أن التغيرات الجيوسياسية والأحداث الجيوسياسية الحاصلة في العالم سواء في أوكرانيا وروسيا أو في الشرق الأوسط هي المؤثر الأخطر على الاقتصاد العالمي. برأيك كيف تؤثر حرب غزة على الاقتصاد العالمي، خصوصا يعني كان هناك تصريح اليوم من وزير إسرائيلي بأن إسرائيل تستهلك يوميا ما يصل إلى 264 مليون دولار كأدوات حرب تستعملها إسرائيل ضد غزة. بالمقابل هناك محي ل 51% من غزة. هذه كلها عوامل اقتصادية، تغيرات اقتصادية، ناهيك عن التغير الجيوسياسي الذي يمتد بالمنطقة، ومن الممكن أن يمنع تصدير النفط من أبرز الدول ومصادر النفط في العالم. نعم صديق، كما ذكرت عوامل كثيرة تؤثر فيها التوترات الجيوسياسية على الحالة الاقتصادية. عندما ننظر تاريخيا إلى التوترات الجيوسياسية دائما كانت لاعب أساسي بالنسبة للتحركات الاقتصادية، سواء كانت من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وتغيير تكوين الاقتصاد من الجنيه الاسترليني إلى الدولار الأمريكي، وصولا إلى حرب فيتنام 69، وتغيير أيضا حتى الأساس المعيار الذهب، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية في العقد الأخير. عندما ننظر إلى التوترات الجيوسياسية فبكل تأكيد، أنت قد تحدثت صديق وأشرت إلى عدد من الأرقام التي ذكرتها، بكل تأكيد الأرقام الاقتصادية مهمة جدا، الأرقام المالية هنا مهمة جدا، نظرا لأن الاقتصادات العالمية تعاني من انهاك في المديونية. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من الدول التي لا تريد الخوض في مرحلة المديونية، خاصة مع رحلة وحرب في سقف الدين في الفترات الماضية. على ما أعتقد 17 نوفمبر هو التاريخ الموعد لوصول خرق لسقف الدين مرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مع زيادة أيضا التمويل للحرب في غزة. على ما أعتقد قد تدخل مرحلة زيادة المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يفتح الأبواب على أن الاقتصاد الأكبر يمر في مرحلة لإمكانية تخفيض التصنيف الائتماني كما حصل سابقا. فعلى ما أعتقد هي إشارات قد تكون مرعبة اقتصاديا بالنسبة للناحية في الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ننظر إلى الدوائر الأخرى المتواجدة والمتلاصقة تماما في التوترات الجيوسياسية هي بكل تأكيد سلعة النفط. عندما ننظر إلى سلعة النفط وفي حال زيادة رقعة التوترات الجيوسياسية، مما قد يعطي إمكانية إغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز هو شريان الحياة، شريان النفط بكل تأكيد في الشرق الأوسط بالنسبة للنفط. فعلى ما أعتقد الإغلاق، وهو ما قد يكون الحالة الأصعب وهي الحالة المتقدمة بكل تأكيد في التوترات الجيوسياسية، قد تكون إشارة قوية جدا بالنسبة للنفط. كما قد تحدثت صديق وأشرت بأن النفط بكل تأكيد هي أداة مهمة جدا متابعتها في التوترات الجيوسياسية، وبكل تأكيد عندما ننظر إلى التوترات الجيوسياسية تاريخيا فكانت مؤثر سلبي بالنسبة للاقتصادات، خاصة مع الاقتصادات المتهالكة الخروج من عام 2020 من أزمة كوفيد-19، وصولا إلى المرحلة الحالية مع أرقام التضخم المرتفعة، مع الفوائد التي تسجل ارتفاعات، مع الإقراض التي قل في الفترة الماضية والتي سجل مستويات الدنيا في الاقتصادات الكبرى. فعلى ما أعتقد التوترات الجيوسياسية بكل تأكيد لها دواعي سلبية أكبر بكثير مما قد تحدثنا وأشرنا صديق. طيب أحمد، هل بالإمكان القول بأن جاذبية الذهب والأصول الآمنة تزداد بعد عملية طوفان الأقصى؟ نعم صديق، عندما ننظر إلى الملاذات الآمنة وأدوات الملاذات الآمنة تاريخيا وتقليديا
كان الذهب يحتل الهرم بالنسبة للملاذات الآمنة. عندما ننظر دائما ما كانت التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب بشكل كبير بسجل ارتفاعات مع بداية التوترات الجيوسياسية في فلسطين، فلسطين المحتلة، بدأت تسجل عمليات ارتفاعات الذهب وصولا بمستويات 1811 ارتفاعا إلى ما يقارب مستويات 2000 دولار للأونصة. بكل تأكيد جاذبية الذهب سجلت ارتفاعات. لكن هنا الجدير بالذكر الصديق، دائما ما كانت التوترات الجيوسياسية فيما لو لم تسجل صدمات جديدة كانت تسجل تفاعلات ليست مقترنة بفترة زمنية طويلة بالنسبة لتحركات المنتجات التداول أو تحركات الذهب هنا تحديدا. فمستويات 2000 بالنسبة للذهب تعتبر مستويات مهمة جدا. فيما لو نظرنا فنيا أيضا بالنسبة للذهب، اختراق مستويات 2000 قد يكون دافع أساسي مهم جدا لإمكانية تسجيل بعض الارتفاعات بالنسبة للذهب. عندما ننظر إلى الذهب كمستويات 2000 مستويات نفسية، الاختراق لمستويات 2000 قد يفتح الأبواب للعودة لاختراق مستويات الريكورد التاريخي عند مستويات ما يقارب 2060 دولار للأونصة. فبكل تأكيد هنا صديق أن الذهب اكتسب بريقه من اعتباره كملاذ آمن في التوترات الجيوسياسية الحالية. طيب باكتساب الذهب هذه المكانة هنا في المجال الاقتصادي، أين الدولار أحمد؟ بكل تأكيد عندما ننظر إلى الدولار الأمريكي حتى الملاذات الآمنة تاريخيا هي المتواجدة، الذهب، الدولار الأمريكي، الفرنك السويسري، الين الياباني. عندما ننظر إلى الأربع منتجات المتواجدة، وطبعا بكل تأكيد السندات أحد الأدوات المحبذة بالنسبة لأدوات الأمان، لكن عندما ننظر إلى الذهب بالنسبة للملاذات الآمنة فهو بعيد حاليا كل البعد عن أدوات الحالة الاقتصادية المتواجدة حاليا. عندما ننظر إلى الدولار الأمريكي تحديدا هنا صديق، الدولار الأمريكي يخوض معركة حاليا، معركة الاقتصاد، معركة الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع. فهنا انقسام أعضاء الفيدرالي الأمريكي في نظرتهم بالنسبة لسياسة الفيدرالي الأمريكي القادمة، هل البقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول ممكنة، هي قد أعطت بعض التقلبات بالنسبة للدولار الأمريكي، فجعل المستثمرين لا يأخذون الدولار الأمريكي على محمل الجد كملاذ آمن، بل يتجهون إلى أدوات أخرى وعلى رأسها بكل تأكيد الذهب هنا. طيب إذا ما انتقلنا إلى الأسواق الآسيوية، الصين تشهد أزمات، من أبرز هذه الأزمات العقارات. كيف تؤثر مشاكل الصين الاقتصادية على العالم باعتبار ثاني أكبر اقتصاد عالمي؟ نعم صديق، عندما ننظر إلى الصين، الصين على ما أعتقد هو رجل مريض اقتصاديا قد يتعافى مع مرور الوقت. عندما ننظر إلى الأرقام الأخيرة، التضخم عند 0% هي أرقام تعتبر سيئة جدا بالنسبة للأرقام السلبية الأخرى، بالنسبة للمؤشرات الأخرى خاصة مؤشر المنتجين. عندما ننظر إلى مؤشرات التصنيع أيضا في الصين، وهي دولة تصنيعية تسجل أرقام متدنية في البيانات الاقتصادية التصنيعية، لكن عندما ننظر إلى قطاع العقارات والذي يشكل ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني يسجل تراجعات منذ بداية الأزمة مع إيفرغراند، شركة إيفرغراند المطور العقاري، وصولا إلى الشركة الأخيرة كانتري جاردن التي قد تخلفت عن سداد السندات الدولارية في الفترة الماضية في الأسبوع الحالي. بكل تأكيد عندما ننظر إلى الأزمة الحالية، الصين توفر السيولة النقدية، توفر التيسير النقدي من أدوات عمليات خفض أسعار الفائدة لأدوات السنة وأدوات الخمس سنوات، ورفع نسبة العجز بالنسبة مقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي. اليوم تم الإقرار برفع نسبة العجز المالي إلى 3.6% من 3% في عام 2023، مما قد يعطي بعض التيسير النقدي بالنسبة للصين في الاقتصاد الصيني بما يخص العقارات. لكن هي خطوة نحو الحل وليس الحل كامل هنا صديق، لأنه بكل تأكيد عندما ننظر إلى العقارات فكما ذكرت 20% من الناتج المحلي الإجمالي فقد تحتاج سيولة أكبر في الفترة الماضية، تدخل سيولة أكبر. تأثيره على الاقتصادات العالمية، بكل تأكيد عندما ننظر إلى الاقتصادات العالمية فهي مترابطة بشكل وثيق جداً، فالعدوى الاقتصادية بكل تأكيد وارد جدا. كنا قد لاحظنا في الفترة الماضية عندما وصلت شركة إيفرغراند إلى حافة الإفلاس كان التأثير سلبي على المؤشرات الأمريكية، فبالتالي الاقتصادات متأثرة مع بعضها. كونتري جاردن
والأسهم العقارية في الفترة الماضية تسجل انخفاضات، الأسهم الصينية تسجل انخفاضات، قد يكون له تبعات اقتصادية، تبعات بالنسبة للأسواق المالية المترابطة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين على أهبة المنافسة في الفترة الماضية. فبكل تأكيد العدوى الاقتصادية قد يكون وارد جدا بالنسبة للوضع الحالي. لكن الجدير بالذكر هنا بأن الصين مع تخفيض أسعار الفائدة هي إحدى الدول مع اليابان التي تتجه في التيسير النقدي بمخالفة الدول الأخرى التي تتجه للتجديد السياسة النقدية. فالصين تحتاج المزيد بالسيولة للمضي قدما للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. طيب أحمد، أختتم معك من أسواق الطاقة. والطاقة الدولية صرحت بأن الطلب على النفط يبلغ ذروته. كيف ستتمكن الأسواق النفطية برأيك من تلبية الطلب المتزايد في ظل الأزمات يقابله تخفيض من أوبك بلس، يعني من طرف السعودية وأيضا روسيا؟ نعم صديق، عندما ننظر هي الأرقام المعلنة أو هي السياسة المعلنة بالنسبة لوكالة الطاقة الدولية، الأرقام التي متوقعة هي لعام 2030 قد أعتقد أنها مقتبسة تماما أو مبنية دراستها على انفتاح الاقتصاد الصيني، عودة الاقتصاد الصيني في الفترة الماضية، خاصة بأن الصين هو المستورد الأكبر بالنسبة للنفط الخام. فتوقعات وكالة الطاقة الدولية هو عودة انفتاح الاقتصاد الصيني، عودة القوة للاقتصاد الصيني لزيادة الطلب في النفط. عندما ننظر إلى الطلب الصيني فهو في العقد الماضي قد سجل 2 الزيادة، فبكل تأكيد الاقتصاد الصيني يحسب له حساب بالنسبة للنفط الخام والطلب في النفط الخام. عندما ننظر إلى الأرقام لعام 2030 ما يقارب 7 سنوات، قد يكون هناك العديد من التغييرات على صفيحة الاقتصاد، لكن فيما لو اتخذنا الأرقام التي تم إعطائنا إياها من وكالة الطاقة الدولية فبكل تأكيد قد يكون زيادة الإنتاج بالنسبة لمنظمة أوبك أحد الأسباب أو أحد الأهداف الأساسية بالنسبة للتخارج من الطلب العالمي الكبير جدا. بكل تأكيد عندما يكون طلب عالمي أو يتجه الطلب العالمي لتسجيل زيادات بكل تأكيد سوف يوافق زيادة في الإنتاج، زيادة في التصدير. فهنا على ما أعتقد أن هي إشارة، قد تكون إشارة بطريقة أو بأخرى إلى إمكانية زيادة الإنتاج، لكن ليس في العام الحالي. بكل تأكيد العام الحالي قد يكون هو مغلق تماما بالنسبة لزيادة الإنتاج، خاصة مع التقارير الأخيرة بأن العرض العالمي والطلب العالمي متكافئين حاليا. بكل تأكيد لم ينظر بالانفتاحات الاقتصادية في الفترة الماضية، وحتى لم ينظر إلى قطاع الطيران الذي لم يسجل الزيادات التي كانت ما قبل كوفيد-19. عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة صديق بكل تأكيد لا زال هناك 7 سنوات، فقد نحتاج المزيد من الأرقام لإمكانية زيادة الإنتاج في الفترة الماضية. نعم، محلل أول لأسواق المال في مجموعة كوتي من عمان أحمد عزام، شكرا جزيلا لك. شكرا أحمد.